اليمنى من كندا هالاسبوع مع مهرجان تيست اوف ذا ميدل ايست من كندا، مهرجان فريد من نوعه بصير للمره الخامسه بتورونتو وبيجمع 22 بلد عربي وشرق اوسطي بمكان واحد. هونيك طبعا الناس ما بيهمها للون ولا الدين ولا الاسم ولا بتسال عن الطائفيه ولا على شيء، الناس كلها اجتمعت بكثير من المحبه والفخر والاتحاد والفرح والسلام تتعرف على بعضها بهالمهرجان من تورونتو كندا، البلد اللي بيقدر التنوع وبيعتبره ثروة كبيرة، مش خلاف ولا بنختلف ولكن ما بنختلف ولكن لازم نتقبل بعضنا، تتنقل للعالم كله تقاليدها وتراثها وموسيقتها وفنها وأطباقها وصناعتها. ثلاث أيام كانوا مثل عرس شرق أوسط كبير، استقطب العرب والكنديين ولقى دعم مميز من الحكومة الكندية والصحافة الأجنبية. يمنى طبعا دائما بتكون جاهزة اسم الله عليها وبتنقلنا التفاصيل كلها، وبهالحلقة رح ترجعنا هيك للفرحة والابتسامة بهالمهرجان، وشكر خاص لفريق العمل يلي بالفعل يعني اشتغل مع يمنى وساعدها، المونتاج علي اللامي، تصوير علي اللامي، ذو الفقار عصام، ماهر خضر، ومساعدين الانتاج كارن العساف وعمار عصام. وطبعا منقول انه في اكثر من 50,000 مشاهد هتفوا للجديد من ناتان فيليب سكوير، اهم واكبر سكوير بتورونتو. خلينا نشوف الا يمنى مع يمنى ومهرجان تيست اوف ذا ميدل ايست. من تورونتو وتحديدا من وسط تورونتو من نايثن فيليب سكوير بواحد من أهم وأكبر وألذ وأهضم المهرجانات اللي هو تيست أوف ذا ميدل إيست. هون الناس مثل ما شايفين كلها مجتمعة تقدم ثقافتها، تقدم تراثها، تقدم لبسها، تقدم أكلها الشرق أوسطي الغني جدا وتتعرف على بعضها. من هون الأجواء بتطير العقل، كتير من الفخر، كتير من الفرح بيجمعنا بمهرجان تيست أوف ذا ميدل إيست. رح أدقلكن قد ما فيي من هيدي الأجواء. يعني همسة بيهايند كل هالشيء الحلو اللي صار شيء كتير كبير، بيرفع المعنويات وبيكبر القلب وبيرفع الراس. قد ايه مهم يصير مهرجانات على هيدا المستوى، ونحن هالعرب وهالشرق أوسطيين في بلاد الاغتراب ببلد بنادي باليونيون. كتير 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 مهمة، حتبكيني أنا دغري ببكي على الكاميرا بمسكو. يلا كتير كتير مهمة، بلشت من 5 سنين، بلش حلم، رحت على سكوير بتورونتو اسمه داندا سكوير وكنت خايفة، كان قلبي عم بدق. هلا بعد 5 سنين نحن هلا بنايثن فيليب سكوير بأكبر سكوير بكندا، ولحد هلا عم يعطوني إحصائيات. نحن نهار الأحد هلا ثالث يوم 50,000 شخص صاروا جايين، أجانب عرب، الموسيقى بتعقد، الفندر طول الأكل مبسوطين، كتير مبسوطة وحاسة عن جد بلش هلا يتحقق الحلم مزبوط. كيف بتشوفوا نظرة الدولة الكندية لإقامة هيك نوع من الفستيفال؟ الدولة الكندية، الدولة الكندية مهمة كتير 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 بوجود الفستيفال، لأنه داعميني معنويا وماديا لنقدر نعمل هيك فستيفال. الشيء الحلو هون بكندا إنه بيعتقدوا وعاملين إحصائيات إنه كل ما كل كوميونيتي عندهم عاداتهم وتقاليدهم، كل ما جمعنا كل كوميونيتي وكل ما جمعناهم وكانوا مبسوطين وحاسين ذا فيلينج انه هن ذي بيلونج، كل ما كندا كليا يعني اجمالا، عم خبص شوي بالعربي يمكن، بس كل شيء اجمالا بحسوا حالهم احسن وبحسوا حالهم مبسوطين اكثر. الفستيفال المهرجان هو اكثر شيء لانه الناس بتحب تاكل، سو بفكروا العالم انه هو بس للاكل، هو اساسا الموسيقى، سو الموسيقى بتجمع الناس. اهم شيء عندنا انه نحن نركز ونعطي الفرصه انه يطلعوا على المسرح اللي هن الارتست اللوكل بتورونتو، هول اهم شيء. سو عندنا فوق ال50 لوكل ارتست من تورونتو. هلا السنه تقدمنا شوي الحمد لله بدعم البارتنرز والسبونسرز، قدرنا نجيب سوبر ساكو مع فادي كينج اوف درامز، عملوا دويت شو، هن كانوا الهيدلاينر للسبت. نهار الجمعه كان عندنا كارل وولف اللي هو من اصل لبناني،
كسر الدنيا كمان. وإلي الشرف الكبير كبير كبير إني قدرت جيب البلوجر والإنفلونسر اللي بحبه كتير. أنا as a mini blogger myself عندي بلوج كمان. I look up to Anthony. So كان معي أنتوني رحيل، عم بقول رحايل، أنتوني رحيل من لبنان، يعني عمل باز قوية بجنن بجنن، وصار عندي رفيق لمدى العمر قد ما حبيته. دقتي دقتي أكلات؟ أول شيء هالمطاعم أنا كلهم عامل بلوجز عندهم، فأنا فود بلوجر سأطول عم باكل كلهم، يعني ما بخليه واحد من شري. بدنا نقول ثانك يو لكل الفولونتيرز، هيك مهرجانات قائمة على الفولونتيرز. بدنا نقول ثانك يو لكل المقدمين كمان، ستيف نجم نودي له تحية، ولكل الصبايا والشباب، وللسبونسرز وللفنانين ولكل الميديا اللي عم بتغطي، وبيك ثانكس كمان للجديد. One of my special guests، ما عارفة كنت بدي أقول هلا لأنه أنت عم تعمل الانترفيو. So special guest، أنا تعرفت على يمنا مش من زمان، ومن أول بيقولوا من أول نظرة صار في احترام أكثر من الحب. مرة فعلا داعمة، يعني ما بعرفها وما بتعرفني، عم نسمع عن بعضنا، بس دعمتني بكل قوتها على السوشيال ميديا بالمسجز اللي بتبعت لي إياها. أنا حاسة فيكي، عارفة شو عم تعملي، منا إيزي بس keep going، you're shining. I love you. I love you too. I love loving you. أنتوني رحيل في كندا، يا مرحبا يا مرحبا. أجل أجل، حسيت حالي واحدة في المكسيك. كثير منيح كثير منيح. او ماي جاد، يعني تور انترناسيونال. انقرض هو بلش قبل كوفيد باستراليا، وعلى اساس اني كفي وكان في شيء 12 سفره سكادجولد، وكوفيد قعدنا بالبيت، فهلا رجعت على كندا وانقرض في امريكا واستراليا والبارمي كلها سوا. ومش معقول هاللبنانيه، وين مش معقول مش معقول. واو عن جد واو. كويت تيست اوف ذا ميدل ايست، حلو كثير. ومش هينه تجمع الميدل ايست بمطرح واحد اليوم بتورونتو بنايثن فيليب سكوير من كل الجنسيات. يعني هي هينه كثير. نحن عنا شغلتين بيجمعونا، لقمتنا بتجمعنا ولغتنا بتجمعنا، فما في شيء لازم نفرقنا مع بعضنا، كلنا سوا مع بعض. فكلنا سوا نكون موجودين هون له هدف، له هدفين كثير كبار. واحد، كلنا نتعرف على بعضنا، نعمل بي ار، نتعرف، نتصور، نشتغل مع بعضنا لا بعضنا. والاهم انه نفرج الاجنبي اللي مش عربي، مش لبناني، مش سوري، مش فلسطيني، على الكلتشر تبعنا، على ثقافتنا. فاللي عم بيصير هون اذا بتطلع 50% 60% من العالم منهم منا، وكلنا مع بعضنا. الجو كثير حلو، الضحكه كثير حلوه، فلولس، كل شيء مزبوط. الناس واقفه على ستاندات، في شيء 30 40 شخص واقف، يعني لاين ابس. واو. لانه نحن ببلد كثير بامن بالاونيون. شو بدك تقول من هون لكل الناس اللي عم تحضرنا هلا على الجديد بلبنان تحديدا وبكل الوطن العربي؟ بدي اقول للكل، اذا اللي فتح مطعم روحوا لعنده، اللي عمل مهرجان تعالوا لعنده، خلينا نقف مع بعضنا، ندعم بعضنا، ما بقى نحضر اخبار ونتعلم الغلط من لبنان. لبنان تركوا السياسيين لبنان، لبنان نحن هون ظهرنا من لبنان، اللبناني اللي ظهر. اجتمعوا اتحدوا بالقوه، بالجمعه في قوه. اليوم في فيستيفال، تعالوا كلكم، اللي بيفتح مطعم وقفوا بوجهه تعالوا قولوا له مبروك، نحن بنهنيك. علمتنا كندا ما في لون، ما حدا بيسألتين انت من وين، ما حدا بيسألوا انت شو دينك. فبليز حبوا بعض، طالما بكتير محلات ما عرفنا نحب بعضنا بلبنان لانه قصمونا، خلينا برات لبنان نحب بعضنا، وسوا بنرجع بنبني احلى صيت لحالنا بالعالم. نحن من اكبر الجاليات بالدنيا، ما بيلبقنا الا نكون متحدين. حسيت حالي ببلدنا، حسيت حالي انه اجواء عربيه، ان كان الطريقه، العالم، الاكتيفيتي، كل شيء كل شيء. حبيت الاكل. طب ببلد هيك غربه نحتاج انه هيك نشوف. I love it. It's beautiful. It's a nice mix of culture and people. It's very nice. من لبنان، تاتو لبنان وكندا. Where are you from? لبنان. لبنان. بحكي عربي. وما بتعرفيني؟ بلا بعرفك. وهربتي مني؟ لا. أرز الرب شامعنا. عم تتصور مع أنتوني رحيل؟ عم تتصور مع أنتوني رحيل؟
It's great, great vibes. It brings back our Arabic culture. صحتين وعافية. قلبك على قلبك. شو عم تاكلي شاورما؟ عم باكل فلافل واشرب ليمونيد. Where are you from? I'm from Canada. You're from Canada? Yeah. الأوريجين Canada? No, Lebanon. Lebanon! And you don't know me? No. I'm so famous in Lebanon. I don't really look at the البحرين. طب أهلا وسهلا بأهل البحرين. I'm from Iran. Iran? Yeah. Iran. You said that. That means I love you. Oh, I love you too. وكمان بالتيست اوف ذا ميدل ايست عرب الفن والموسيقى يوسف حارب كثير مبسوطه التقيت. ثانك يو اليك. ثانك يو يمنى. اهلا وسهلا فيك انت. قد ايه مهم ينجمع كل ثقافات الشرق الاوسط بمكان واحد؟ انا كثير انبسطت، هاي اول مره انا بيجي بصراحه، بس اجيت اشوف شو عم بيصير وجيت اعطي سبورت لهمسة وهشام. كثير ام براود اوف ذم وات ذير دوينج. حرام شغالين شغل حلو وكل شيء منظم وكل شيء كثير حلو، والناس يعني حلو انه يجمعوا الناس الجاليه العربيه مع بعض. هذا شيء نحن بنفتخر فيه اكيد، وبنفتخر بالناس اللي بيقوموا على هيك اعمال. انتبه، هذا شغل بده تنظيم وبده تحضير. ايه طبعا اكيد. God bless them. الله يعطيهم العافيه. نحن مقبلين من بعد سلسله حفلات جدا ناجحه، مقبلين على حفله منتظره للقيصر قادم الساهر ب 18 اوف اوغست بتورونتو. القيصر كاظم مع حفظ الألقاب رح يكون عنده تور، رح يبتدي بتورونتو، ورح نطلع بعدين نبتدي بأغسطس 18 بتورونتو بالبارامونت سنتر، ونطلع بشيكاغو أغسطس 20. عم جرب اتذكرهم لانه بعدين عندنا ديترويت أغسطس 21 بالفوكس تياتر، وسم الله التذاكر اولموست سولد اوت، وبعدين بنرجع بنروح على واشنطن بأغسطس 26، نرجع 27 أغسطس نيو جيرسي، وزدنا حفلتين زيادة، واحدة بأريزونا سبتمبر 2، واحدة بتيموكولا قريب من سان دييغو قريب من أورنج كاونتي سبتمبر 4 بباتشانغا كاسينو ريزورت. إن شاء الله بنلاقيكم، وأكيد نحن سمعتوا بالفستيفال اللي نحن أوريدي عملنا لانش معنا كل الفنانين، رح تكون بتولوم مكسيكو بأكتوبر 22. تقول أحمد ليرتنا رجعت تحكي. أحمد ما التقينا بلبنان، التقينا بكندا بتورونتو. حبيبتي يومنا، أول شيء سوري صوتي رايح. It's a pleasure إني شفتك هون، نورت كندا ونورت تورونتو. أنا كثير بحبك كثير وما شوي، وأنت يعني نحن بنتعلم منك الإعلام والصحافة. ثانك يو إنك جيتي على الفستيفال، عن جد بتعقد وجودك على البوست عندي. اتس لايك سمثينج ايلس عن جد. احمد اول ماي سبورت. احمد انت عملت ضجه بالمبادره اللي قمت فيها، اللي هي ليرتنا اللي بالارض رجعت تحكي. بس يور واي صحيح. يمنا اول شيء خليني اعرف اللي ما بيعرف عن البريسلت شو هي. هي العمله ال 50 ليره القديمه تبعت لبنان، يلي من 100 سنه كنا نشتري يمكن فيها بيوت سيارات، بس اليوم بطل لها قيمه، فكان هدفي انه نرجعها باك تو لايف باور هاندز. فال 50 ليره جمعنا كل الكوينزات من كل البنوك بلبنان، ال 50 ليره عمل لهم از بريسلت، وعم نبيعهم اونلاين اول اوفر ذا وورلد، والارباح رايحه للبنان. اوريدي تبرعنا السنه الماضيه بتو كونتينرز مع همسة دياب فرحات ومع دينا بخيت لبنان سترونج، اند يا رب وير ايمينج للكونتينر الثالث ان شاء الله يا رب. سوري صوتي رايح كليا، صوتي رايح. ومعظم السليبرتيز ار ويرينج ذا بريسلت اند سبورتينج ات. عن جد ثانك يو لكل حدا من السليبرتيز يلي لبسها. هيفا نيشان، مريم فارس، اليسا، يمنى شري. يلا كثير حلوه اللي لبستي اياها العلم اللبناني. يا وما بيروح لونها ابدا على المي، لانه اتس روديوم بليتد، تنلبس على الميلتين على العربي وعلى الانجليزي، وبلس انه بتضلها من ولد لو يعني ضلها سوفينير من البلد. فكل البريسلتس انعملوا هاند ميد من قبل عيال خسرت شغلها من وراء الانفجار، قعدوا ببيوتهم جدلوها تجديله كله هاند ميد انعمل. كان فيني اعملها للبريسلت بالصين، وكان فيها تنعمل بسرعه كثير كبيره، بس انا كان هدفي اني اعملها هاند ميد تتكون مور من القلب للقلب معموله.
خلونا نستقبل بزقفة كتير كبيرة على المسرح مرة تانية ستيف نجم. شوي نحن مصرين عن الستيج نقول بيج هالو لحبيب قلبي ستيف نجم. هاي يمنى شيري حبيبتي، انت كيفك؟ ستيف ولعت الدنيا، يعني العالم كتير بتحبك. كنس يعني مهرجان جامع هالقد عالم على 3 ايام، انت نون ستوب على المسرح. كم ساعه وقفت على المسرح اليوم؟ لليوم صرنا 36 ساعه. 36 ليك الجمهور ورانا، ليك الجمهور ورانا ما احلاه. ويعني انا وقفت 36 ساعه، بس في عالم كتير صار له واقفه شهور لتبلش بهيدا المهرجان ليصير هيك. شو اكثر شيء اليوم؟ نحن اخر يوم اوكي، بس احنا مصرين على الستيج. عم تسمعني؟ اش من تقولي؟ اش تسمعني كحلون؟ شو احلى ذكرى يعني رح تاخذها معك لما نفل من هون؟ احلى ذكرى شيء فيري انتريستينج، كانت مره ختيارة قاعده على الارض لانه ما كان في كراسي، وقدرنا دبرنا لها كرسي وقنينه مي مسقعه. هيدي الهايلايت تبع المهرجان على القليله بالنسبه لإلي. وفي هايلايت حلوه كثير انه 3 ايام ما صار شريعه، ما صار مشكل، كان سلام، كان حب، كان بصر. شو حلو السلام، عيشوا بسلام and be happy. هاي الفايبز كلها، مين بيجيبها؟ البروجرام، الهوستس، ولا الجمهور، ولا المنطقة؟ قد ما تكوني قوية كبروجرام وكهوست it doesn't matter، هيدا اللي بيجيب الفايب، الجمهور. جمهور بيطير العقل، حبايب قلبي، محبة الناس، محبة الناس. شو حلوة يا يمنى. I really really love them. From Lebanon بدي اسمع زقفة كبيرة لحبيبة قلبي اللي بحب قد الدنيا، يمنى شيري از ذا هاوس. Big head. Do you remember يمنى؟ لأنه معنا من كل 22 ريبابليك. موجودين هون، شو بحبوا الريحة، بشوفهم شوفهم عم بيضحكوا أكتر شي. كل شيء أكتر شيء اليونيون اللي أنتوا فيها guys.